اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي الغاليين؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. واليوم رجعنا لكم الفيديو الجديد، واليوم الفيديو مالتنا طريقة عمل تمرية بس بشكل جديد، وأتمنى هم يعجبكم. يعني اليوم دلعنا للتمر، لا هو حلقوم ولا هو بقلاوة، راح تشوفون طريقته. طبعا هم اشكر حبايبي الغاليين اللي دي يطبقون وصفاتي ودي يدزوليها على الانستا مالتي، واللي يريد الانستا مالتي الانستا نفس اسم قناتي. طبعا كلش دي اشكرهم، كلش دي يفرحوني، كلش دي يخلوني اشجع انه انزل وصفات جديده، لان ما شاء الله عليهم الكل دي يطبق ودي ينزل ودي يدز الصور، وما شاء الله حتى اروع مني. أكيد نقولهم عاشت إيدهم وألف ألف عافية عليهم. وهسا هاي التمرية همين يا ريت هم تجربوها، طبعا طعمها رهيب، كلش كلش طيب. يلا دلعوهم لين هاي آخر أيام رمضان، خلي شوية ندلعهم، ندلع التمر هم شوية وشوفوا شلون شكله، طبعا كلش مشهي. بس شنو، يلا خلونا اللايك وتعالوا ويانا شوفوا طريقة العمل. طبعا أنا هنا اليوم مش عندي أنواع مكسرات طلعتها، بس تشوفون من كل شيء شوي شوي. عندي هذا البندق، طبعا هاي المكسرات كلها الحلوة يعني مو المالحة. عندي شفت شوية بندق لزمت بسجينة، شفتوه قصقصت العفو. وعندي هذا هم الفستق الحلبي او المفلع، همين راح بسجينة قصقصة. يعني اي نوع مكسرات انت مخيرة يعني اللي موجود عندك. وهنا عندي هذا اللوز، طبعا هذا كامل هو يعني مزين مكسر وكامل، فراح اخليهم فوقه. طبعا كلهم عندي بالبراد، عندها حتى شغلات قديمه. وعندنا هذا الجوز تترون بي اللي مسويه من السوق اللي صار له كلش هواي، الحمد لله خير من الله. هاي المكسرات احنا اللي حطيناها اربع اشكال مكسرات، اللي هي البندق والفستق واللوز والجوز. شوفوا شلون اليوم دلعي التمر، كلش دلعناه، خلينا على النار شويه قلبناه حتى شويه عندنا يتقرمش او يعني يتقسب. وطبعا شوفوا حتى القشور اكو قسم منه رفع بسهوله بعد ما يعني تعرض للحراره، يعني بس مجرد شويه لوحه نار مو هواي. هسه هنا طبعا عندي دهن حر، الدهن الحر اختياري معكم، خلوه بالزبد. راح اخلي ملعقه طعام دهن حر وملعقه طعام زبد. وعندي هنا تقريبا كيلو ونص تمر اني طلعت من عند النوى، راح اخليه فوق الزبد والدهن الحر. هنا بس اقلبه تقطيبه خفيفه، يعني ما اريده كلش هوايه لوحه نار، بس مجرد اريد شويه يلين. بعود طفيته هسه بايدي راح اعجنه، ما خليت له كل اضافات، ما اريد اخلي له اي اضافات. راح اخليه فوق المكسرات، يعني لا مثلا تحطون راشي او طحين او بسكت، لا ماكو داعي، بس بهذا الطعام شوفوه. طبعا جربوه كلش كلش طيب. هسه هنا راح اخبطه ويا المكسرات لحد ما عندي جانس زين. شوفوا شلون صار شكله. هسه عندي هذا النايلون مال الاكل مال التغليف، راح اخليه واختار الحجم اللي اريده اني. طبعا اكو جماعه دزيتهم الصور مالتهم قالوا الله هذا شنو حلقهم، ضحكت. وفعلا شكله كانه حلقهم، قلتهم لا حزر وبعدين لا حزر وقالوا تمر. يعني هو صدق طعمه كلش كلش طيب. برمته بهذا الشكل، انتو ايش قد تريدون يعني العرض مالتها او رفع مالتها، انا سويتها بهذا الشكل. طبعا صارت كلش كميتها كلش كلش هواي. بس بعد ما سويناه وصار عندنا بهذا الشكل، راح اسوي ثلاث قطع، لان يعني اريد كل وحدة اغلفها بشكل. هسه طبعا بدأ خليت هذا الماعون، انا هم يعني خلي راويكم. حطيت بي عندي فستق هم مطحون، طبعا هذا اللي سويته للزنودست وظلمي عنده. بس هو شوفوا ما يصير، المفروض اني حاطه بشي عدل، بس انا عفته قلت خلي بالتصوير خليته بشي عدل، قلت خلي بالنايلون، بس خليت الوجه بهذا الشكل. وبعض منها سرع من حنقطعها، شوفوا شكلها من البطن طبعا رهيبة وكلش كلش طيبة، يعني بقلاوة صحية، لا شيرة ولا شكر ولا أبد، لأن التمر هو طبيعي والمكسرات هم بدون ملح بدون كل شيء.
هذا يصير قطعة ثانية راح نخلي لها جوز هند أو مبروز جوز الهند. هذا طبعا نوعيته خشن، انتو تحطون نعم عادي ماكو أي إشكال. حبيت إنه أسوي أشكال، أنا عندي عدة أنواع، عندي اللي بجوزها مطحون، عندي اللوز مطحون، بس الآن قلت خليني أسوي بالجوز هند وبالفستق وشوفوها من الداخل، وسويت الأخيرة بالسمسم. هسه أنا راح أطلق عليها اسم البقلاوة الصحية، شوف بالسمسم شلون شكلها صار، يعني فعلا صحية ما بيها كل مضرة وهم مفيدة نفس الوقت. وهذا شكلها بعد ما قطعناها، الله عليكم. يلا حكم شلونها، مو كانها حلقوم، كانها مستكي، بقلاوة محشاية، بس بقلاوة طبيعية 100%. وأتمنى هم تعجبكم، يعني أي نوع مكسرات قلت لكم، أي نوع الموجود عندك ماكو، أنت مخيرة، بس أنا عندي هاي الأنواع الأربعة فحبيت أخلي لهن أربع أنواع. طبعا كلش كلش طيبة وكلش عجبتهم إلى درجة، هم أتمنى تجربوها. ويلا كم واحد حيجربها ويدز الصور مالتها. يلا آخر أيام رمضان مبارك، يلا دلعوا عائلتكم بهيجي تمرية حلوة وطيبة وغنية بالمواد طبعا أكيد. هذا شكلها النهائي، أتمنى نال إعجابكم حبايب، وأكيد اللي أتمنى منكم تشاركون الفيديو حتى توصل هاي الفكرة لأكثر عدد. والجدد اللي بالقناة أهم شي، ياريت يعني العفو أهم شي أنه تشتركون بالقناة، لأن حتى وتفعلون الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد من القناة وكل شي اللي أنزله بالقناة. واشكركم هم على التعليقات الحلوة اللي قاعد تجيني ما شاء الله عليها وعلى الإبداعات، وفعلا فعلا دا يشجعني ودا يحفزني أنه أنزل بكثرة والشي اللي تريدوه. وإن شاء الله أي شي طلبتوا مني إن شاء الله أنزله، بس شوية صبروا لي، أكو بعضهن ما أقدر خلال رمضان أنزلها، إن شاء الله رمضان أنا كتبت لكم والحمد لله، يعني هم عند جواب الكل. فهذا الفيديو مالتنا كان اليوم، تمريتنا بالمكسرات أو بقلاوة صحية أو مستكي كيفكم شو يسموها، المهم دلعنا اليوم التمر. هذا الفيديو مالتنا، أتمنى نال إعجابكم بطريقة شفتوها كل السهلة، ودا تقولون المواد كلش هواية، فأنتي اختياري بالمكسرات أي نوع تحبين تخليه، هذا الشيء اختياري لك. لهنا وراح نقولكم في أمان الله.